نشكر جميع الإخوان من مختلف الفرق، سواء من العدالة والتنمية أو من الاتحاد الدستوري أو من تجمع الوطن الأحرار أو من أصالة والمعاصرة. الحمد لله اشتغلنا خلال هذه 6 سنوات، اشتغلنا بطريقة كنقول فيها تشارك، فيها استشارة، فيها التعاون، فيها التنسيق. فبغيت نشكرهم على التعاون ديالهم وعلى كل ما قاموا به، وبغيت نقولها ونخرج نقولها حتى في الحملة الانتخابية، ما حققناه في مدينة مكناس، ما حققناه من إنجازات، هو بفضل التعاون الذي كان بين 4 أطراف أساسية: المجلس بجميع مكوناته اللي ساهموا باش هاد الزيادة من 700 نقطة والقرار اللي اتخذنا في هذا المجلس ساهموا في هاد الإخوان. الزيادة من 95% من هاد القرارات كانت بالإجماع، بمعنى التعاون المطلق اللي كان من طرف الجميع. فبغيت نشكرهم ونقول لهم هذه الإنجازات هي بفضل هذا التعاون ديال المجلس. 1، 2، هذه الإنجازات ما كان لها تخرج لولا التعاون كذلك ديال السلطة المحلية، بدءا من السيد الوالي السابق والسيد العامل ورجال السلطة والسيد الباشا اللي كيحضر معنا. لولا التعاون ديال السلطة ولولا الدعم ديالها ولولا التنسيق معها ما كان ليكون هذا الشيء اللي حصل في مدينة مكناس. فإذا كنشكرهم جميعا كل واحد باسمه، كنشكرهم على كل الدعم اللي قدموه لهذا المجلس. ثالثا هما الموظفين أطور ديال هذه الجماعة، 1540 بأطورها وموظفيها ومستخدميها كلهم كنشكرهم الشكر الجزيل، لأنهم قاموا بواحد العمل، عاونوا المجلس، دعموه مع كل الإشكالات اللي مطروحة. استطعنا باش نجاوبوا على واحد العدد ديال الإشكالات ونجاوبوا على واحد العدد ديال الإكراهات اللي عندنا، فبفضلهم استطعنا أن نخرج عدد من القرارات وننفذ عدد من المنجزات بفضل هاد الإخوان والأخوات ديال الموظفين ديال الجماعة. ورابعا هو كذلك المجتمع المدني، بدءا برجال الإعلام والصحافة وهيئات المجتمع المدني وعموم المواطنين اللي في البداية كانت عندنا إكراهات، تفهموا عدد من الإكراهات، تفاعلوا مع عدد من الاقتراحات اللي جا بها المجلس، تعاونوا معه كذلك بالصبر على بعض الإشكالات اللي كتكون. ماشي سهل باش أنك تجي تشد شارع لمدة سنة وتشد المرافق ديالو وتشد على الناس يعني الأجور ديالهم والمداخل ديالهم، فلهم كنشكرهم الشكر الجزيل. ويمكن إذا كانت شي فرصة أو كانت شي ندوة صحفية أو شي حاجة اللي غادي نديروها، فبالتأكيد غيكونوا حاضرين معنا الإخوان من مختلف الفرق، لأن هذه المنجزات وهذه الحصيلة هي إذا كان من إيجابي فديالنا جميعا، وإذا كان من نقص أو تقصير طبعا كنتحمل أنا مسؤوليته، لأن أنا اللي كنقود، أنا اللي كنجر، فكيخصني حتى هذا الجانب ديال النقص اللي كاين راه هو كاين، الكمال لله، ما غاديش نقولوا الكمال لله. ولذلك بغيت ان شاء الله نبقاو متعاونين، نبقاو متحابين. الحمد لله كانت فرصة اللي خلقت بيناتنا واحد العلاقة إنسانية وعلاقة اجتماعية اللي أرجو أن تدوم بغض النظر عن المواقع اللي غتكون عند كل واحد في الاستحقاقات القادمة. شكرا لكم، وأعطي الكلمة للسيد كاتب المجلس لقراءة البرقية.